النهاردة هنعمل مع بعضينا طريقة مسقعة حلوة جدا وكمان تنفع معانا دايت. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنبتدي نقطع البتنجان الرومي وهنبتدي نقشر القشر بتاعه، بس أنا هسيب فيه حاجة بسيطة علشان وانا ببتدي اشوي ما يبقاش ايه يعني يطرى مني، واعرف امسكه بالشوكة كويس. وطبعا عادي يعني احنا ممكن انت عايزة تقشريه كله براحتك، بس انا دايما بصراحة بعمله كده بيبقى حلو جدا في الشوي. هنبتدي طبعا نقطعه بالسكينة نفس التقطيع دوت، انت حابة تعمليه مدور كله براحتك، يعني اي شكل انت حابة تعمليه اللي انت عايزة تعمليه. هنبتدي نحط ذرة ملح. طبعا البتنجان دوت احنا مش هنحطه في مية زي ما الناس بتعمله، بيشرب زيت، كل ما تحطيه في مية بيشرب زيت اكتر. هنبتدي انا جبت الصاجة بتاعت الميكروويف ودهنتها حاجة بسيطة كده زيت بالفرشة، وهبتدي ارص البتنجان كله. طبعا بعد ما هرص البتنجان كله هنبتدي نشوي الفلفل. طريقة كويسة جدا وصحية ومش هتستهلك معانا زيت خالص. هنبتدي نحط البصلة بتاعة تسبيكة المسقعة، وأول ما هتصفر معانا هنبتدي نحط ايه شفشق الطماطم. هنحط طبعا اللحمة المفرومة، هتاخد معانا بتاع 10 دقايق. وبعد ما اللحمة المفرومة خلاص خدت معانا 10 دقايق، حطينا بصلة وحطينا الفلفل الألوان. فلفل الألوان دوت بصراحة صحي جدا وبيخلي معانا الأكل مسكر. هنبتدي طبعا نقلب البتنجان على الجنبين، طبعا ما بيشربش مننا زيت. طريقة طبعا هتعجبكم، طريقة الشوي دي حلوة قوي، يعني ليها ريحة كده معينة. أنا جربت بصراحة المسقعة اللي هي إن احنا بنقليها في الزيت دي بتبقى حاجة تانية، ودي راحت جنبي تاني خالص لما بتتشم. حطينا جوزة الطيب على اللحمة المفرومة، بوريكم طبعا البتاعة الجميلة، السكر المبشرة الجميلة، السكر الصغيرة ام 5 جنيه دي عملية قوي. وخلاص البصلة معانا اصفرت اهيت، هنحط شفشق الطماطم وهنحط معلقتين توم. انا طبعا حاطة سنة ملح، وهنبتدي طبعا برضو نحط ملح. نفس البهارات اللي هنحطها هنا هنحطها هنا. حطينا 7 بهارات وحطينا فلفل اسود وهنحط ملح بسيط، وبعد كده هنقلب وهنغطي التسبيكة بتاعتنا، وهتاخد نص سوا على النار التسبيكة عشان طبعا هنكمل بقية سواها في الفرن. هنبتدي نقلب البتنجان على الجنبين زي ما انتوا شايفين كده. لو انت ما عندكيش الصاجة بتاعت الميكروويف، انت ممكن تعملي في اي طاسة تيفال او اي طاسة عندك، تدهني بسيط كده وتبتدي ايه تقلبي على الجنبين. ابتديت خلاص اشيل البتنجان كله على المناديل، وبعد ما اخلص البتنجان كله هبتدي ايه احط الفلفل الالوان. وطبعا انت لو حابة تحطي فلفل حراق براحتك، انا كان عندي قرنين فلفل مسكتهم قطعتهم كده بالسكينة وحطيته. طبعا خلاص بعد ما خلاص التسبيكة قربت 5 دقايق وهطفي عليها. البتنجان طبعا احنا بنعمله على الجنبين. خلاص طبعا بعد ما هنبتدي نقلب الفلفل، بصوا بدهن بالفرشة حاجة بسيطة كده. ابتدى خلاص البتنجان اهوت، قصدي الفلفل ابتدى كمان يتشوي معايا. طريقه صحيه وكويسه قوي، بصوا الفلفل وهو طبعا بيتشوي تحفه بصراحه، يعني بصوا الشكل كده بيتكلم لوحده. بعد ما خلاص هخلص الكميه كلها هنبتدي طبعا نرص البتنجان كله في الصينية بتاعتنا. طبعا هو المفروض بصراحة ان الاكلة دي اساسا كانت تتعمل
بتنجان بس ولحمة لما تكوني انت ايه حابة ان انت تعمليها دايت. بس انا بصراحة الولاد عندي بتحب البطاطس في المسقعة، فعملت شوية بطاطس كده على جنب وحطيت اللحمة المفرومة كلها على البتنجان. طريقة هتعجبك جدا، تاخدي منها قطعة كده جنبيها 4-5 معالق رز ابيض. حطينا تسبيكة الطماطم اللي احنا عملناها، وطبعا هتخش الفرن بتاع ربع ساعة من تحت، وخدت 10 دقايق مني من على الشواية فوق. انا بصراحة بحب المسقعة باللحمة، اكل جنبيها ايه زي شوية رز ابيض كده. اكترية الناس طبعا المسقعة بيحبوا ياكلوها بعيش، انا بالذات ديت اللي هي باللحمة انا بحب بصراحة اكلها بالرز. طريقة كويسة جدا وحلوة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم ويا ريت تجربوها. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.